الآلاف من البط نشاهده دائما وهو ينقل إلى مزارع الأرز بطريقة مذهلة، لكن هل سألت نفسك لماذا يتم نقل كل هالأعداد الكبيرة إلى حقول الأرز وكيف تتم عملية نقل والتحكم بالبط؟ جولتنا اليوم جدا ممتعة مع طريقة غريبة لتربية الملايين من طيور البط، ولماذا يكون سعر هذا البط مرتفع مقارنة بالأنواع الأخرى؟ وأخيرا راح نشاهد الطرق الحديثة لزراعة وحصاد الأرز وأهمية الاستعانة بالبط من أجل إنتاج أرز ذات جودة عالية. السلام عليكم، انا سامي مشتاق وبرحب فيكم بعد الصلاه على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. بحب اذكركم اللي بحب المحتوى المنوع يا ريت يروح يشترك في قناتي الجديده بيت الغرائب، راح تلاقوا رابط القناه في التعليقات. تعدد السبل وطرق تطوير زراعه الارز في دول شرق اسيا. في الوقت الذي قل في تواجد المبيدات الكيماويه، لجأ المزارعين في الصين الى ابتكار طرق جديده بديله عن المبيدات باستخدام البط. فلعده قرون متتاليه مارس المزارعون الصينيون تقنيه دمج تربيه البط في زراعه الارز. في عام 1950 تعرف مزارع ياباني اسمه تاكو فورونو على طريقة تقليدية يابانية لزراعة الأرز، كانت تتمثل في استخدام البط للقضاء على الأعشاب الضارة في حقول الأرز وتسمى طريقة الاستئناس. في هذا النظام بتم إدخال الآلاف من البط في حقول الأرز من أجل توفير الأسمدة الطبيعية لتقوية شتلات الأرز عن طريق أكسجين الماء من الاضطراب الذي تسبب أعمال السباحة في فراخ البط، وكذلك للتخلص من الحشرات وأكلها. فبتم إطلاق سرب يتكون من حوالي 10,000 بطة في حظيرة، حيث يتدفق بصورة غريزية نحو الحقول التي غمرتها المياه لتلتهم القواقع المختبئة في بقايا الأرز وغيرها من الآفات الزراعية الخطرة. هذه الخطوة مهمة تسبق زراعة محاصيل الأرز الجديدة، فهم يساعدون في أكل الحلزون وباقي قشور الأرز غير المرغوب فيها التي بقيت في الحقل منذ موسم الحصاد الأخير. فيوفر هذا على المزارع تكاليف إطعام البط حتى يكبروا، وفي المقابل يساعدهم على القضاء على الآفات الزراعية والحد من استخدام المواد الكيميائية الموجودة في المبيدات الحشرية. فبتم توفير طعام صحي مجاني ودائم لقطعان البط والابتعاد عن استعمال المبيدات الحشرية وتجنب تكلفتها وأثرها الضارة، كما أن البط يدوس على بقايا الأرز لتسوية الأرض وهذا يسهل الحرث. طبعا في أول تجربة قام بها المزارع الياباني تاكو فورونا أكلت الكلاب البط الخاص به حتى قام بتركيب أسيجة كهربائية. هذا القطيع الكبير من البط ينتظر بشغف فتح باب حظيرته لأداء مهمته تقوده غريزته نحو حقول الأرز. وبعد دخول البط إلى أماكن زراعة الأرز وخلال مهمة تنظيف الحقول التي تستمر لمدة أسبوع في هذه المزرعة التي تبلغ مساحتها 15 فدان، وجد البط الكثير من الطعام مثل الحلزون والأعشاب الضارة والآفات الصغيرة الأخرى. غالبا يتم جلب بط يحمل اسم كاكي كامبل وهو سلالة بريطانية من البط المنزلي، فبعد 20 يوما في الحضانة ينقل هذا البط ويوضع في داخل حقول الأرز لمدة أسبوع كامل. طبعا يتجول ويتنقل هكذا بين مزارع الأرز مختلفة والتي قد تستمر لمدة 5 أشهر، ثم يتم إعادة البط إلى مزرعته لإنتاج البيض لمدة قد تصل إلى 3 سنوات. تعتبر هذه التجربة ملهمة وصديقة للبيئة لإنتاج الأرز العضوي دون الاعتماد على المواد الكيميائية، واستخدم فيها نظام زراعي مستدام إذ تحفز حركة التجديف للبط نبات الأرز على إنتاج المزيد من الحبوب، في حين أن فضلات البط تعمل على زيادة خصوبة التربة ويسد الحاجة إلى أي من أشكال الأسمدة. يعني بهذه الطريقة بكونوا ضربوا عصفورين بحجر واحد، فبتم بيع محصول الأرز العضوي هذا بضعفي سعر الأرز التقليدي، وأيضا ينتجون البط العضوي الذي يتميز بجودة اللحم وانخفاض نسبة الدهون فيه. أيضا من الأهداف الأساسية من تربية بطة كاكي كامبل هو إنتاج البيض، ويمكن أن يتجاوز إنتاج البيض من سلالة كامبل الكثير من الأنواع الأخرى، حيث تضع السلالة 300 بيضة في المتوسط سنويا. فهذه هي الطريقة الأمثل لتربية هذا النوع من البط من أجل إنتاجية بيض مرتفعة ولحم بجودة عالية وكذلك أرز عضوي مميز.
خلونا ننتقل الآن ونشاهد كيف بتم زراعة وإنتاج الأرز لنعرف أهمية استخدام البط في حقول الأرز. طبعا رح أعرضها باختصار. من المعروف أنه يحتاج الأرز حتى تنجح زراعته إلى مناخ معتدل أو حار وكميات وفيرة من المياه، ويفضل أن تغمر المياه الأرض خلال فترة النمو. ويحتاج الأرز أيضا إلى تربية خصبة وغنية بالمواد العضوية ونظيفة وخالية من الأعشاب الضارة، فيجب إبادة الحشرات والآفات التي قد تضر بالمحصول، وهذه المهمة اليوم أصبحت مهمة البط في بعض مناطق العالم. ويفضل أن يزرع الأرز في المناطق الساحلية المنخفضة أو على ضفاف الأنهار الفيضية، وذلك حتى يسهل على المزارع غمر الأرض الزراعية بالمياه. ومن الضروري جدا أن تكون الأرض مستوية لتخفيض فاقد المياه قدر الإمكان، والبط هو من يساعد في كل هذه المهمة. والموعد المناسب لزراعة الأرز هو الفترة التي تمتد من نهاية فصل الربيع إلى بداية فصل الصيف. طبعا زراعة الأرز اليوم يمكن أن تكون آلية أو يدوية، لكن كثير من دول العالم يركزون على استخدام الآلات سواء في الزراعة أو حتى في الحصاد. في الحصاد التقليدي يقوم العاملين بجمع نباتات الأرز باستخدام بعض السكاكين الحادة، ومن ثم يقومون بتنظيفها وتجفيفها بشكل جيد، ومن ثم فصل الجيد منها عن المتضرر والتالف. أما في الحصاد باستخدام الطرق الميكانيكية فالأمر يصبح أكثر سهولة، لأن هذه الآلات تقوم بجميع الأمور بدءا من تقطيع النباتات وتنظيفها وحتى فصل الحبوب. بعد أن تتم عملية حصاد المحصول بالكامل ينقل إلى مرحلة التجفيف. طبعا مرحلة التجفيف مهمة جدا وتعتبر من أهم الإجراءات التي ينبغي عملها لكي يتم تخفيض مستوى الرطوبة في الحبوب. فبعد عملية الحصاد عادة ما تحتوي الحبوب على نسبة رطوبة تعادل 25%، فيجب أن تجفف الحبوب حتى لا يتغير لونها ويصيبها بعض الآفات. غالبا ما يقوم المزارعون بتجفيف الحبوب بعد مرور 24 ساعة من الحصاد، وبيتم التجفيف إما من خلال الطريقة اليدوية من خلال تعريض محصول الأرز إلى أشعة الشمس، حيث يقوم العمال بنشر وفرد حبوب الأرز على حصائر أو ما شبه ذلك حتى تجف، أو يتم تجفيفه باستخدام الآلات من خلال تعريض حبوب الأرز إلى هواء حار لكي تجف. بعد التجفيف يتم تقشير الأرز من خلال ماكينات التقشير، ويتم تنظيفه جيدا قبل عملية التعبئة والتغليف. ويمكن أن تقوم المصانع بمهمة فرز الأرز إلى نوعيات مختلفة وكذلك بأسعار متفاوتة. وأخيرا إلى عملية التعبئة والتغليف. طبعا الى هنا بنكون وصلنا لختام هذا الفيديو. لا تنسوا تدعمونا بلايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس، وبهيك بحكي لكم الى اللقاء.